سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم تري بيان. الو حبيباتي، قبل ما نبداو لا فيديو هذه، نتمنى من كل واحدة شافت القناه تاعي تشترك فيها وتفعل الجرس هذاك باش يلحقها كل ما هو جديد. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم جيتكم في نوفيل فيديو. لا فيديو هذه مختلفه عن باقي الفيديوهات، يعني طريقه اللي عندها قشره في راسها فوالا، لي انت غيسي تكمل مع لا فيديو حتى للخر. فوالا حبيباتي، كما راكم تشوفوا لهنا عندنا شامبو هذا تاع كلير تاع رجاله، وعندنا البنات زيت النعناع. يعني زيت النعناع عنده فوائد بزاف، منها مليحه للثروه تاع الراس نورمالمون هكذا يقولوا لها، سورتو لي يعني من القشره كما انا. البنات ما على باليش منين جاتني وعلاش با ليسونسيال، كل واحد واش يقول، واحد يقول لي عنده القلقه بزاف، كل واحد كيفاه. المهم جبت لكم فكره راكم تشوفوا في قرعه الشامبو هذه. كما قلت لكم البنات، وعندكم قرعه زيت هذه تاع النعناع، تفرغوا كميه برك من الاخر هذاك الزيت في قرعه الشامبو، وتخلطوا وتغسلوا بها. يعني كيما مورفين تغسلوا بها توجور. انا البنات صراحه فادتني شويه كوميم، ماشي باسكو كنت نغسل هكذا واحد جوج تروا جوج تلقاوه كشغل دار لي شويه القشره، ومن بعد كي وليت نغسل بهذا نورمال الحمد لله يا ربي. فوالا حبيباتي، هذه هي لا فيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تفيدكم. وراح نزيد ندير لكم فيديو ونهضر لكم على فوائد زيت النعناع وكل شيء، وبيان سور نزيد نقول لكم اذا فادني مليح ولا لا. لا فوالا حبيباتي، اللي ما راهيش مشتركه في انستغرامي والله دوك نخليه لكم هنا، وتبعوني تما باسكو راني بارطاجي بزاف يومياتي. كما راكم على بالكم اليوتيوب ما رانيش مبارطاجي توجور، ما على باليش لاك شغل بالك الوقت هذا، ولا ما عنديش افكار واش نحط لكم. تما نخلي لكم انستغرامي وتبعوني فيه. فوالا حبيباتي، بيزو، باي باي. Hey.